بالله ولدت في السكه بنت عمي تاني وكان عندنا واحده حامل والله ما بزود غير النفس على ما راحت تولد قالها نزف ماتت في السكه المره الحامل تدفع 100 جنيه المولود يدفع 1000 جنيه اللي كل حاجه بالفلوس من جدتني المدرسه دي بنينها من جدتني يخش يلم اكل البيوت اكلنا من البيوت عشان يلموا ويعملوا للمدرسه طريق 3 كيلو زي ما انتم شايفين زي ما انتم جايين عليه طريق ترابي فطبعا الدنيا لو مطرت مفيش طالب بيروح والمدرسين حتى بتوع المدرسه اللي موجوده في العزبه ما بيعرفوش يدخلهم الشتاء بنبقى احنا كده قريه معزوله عن العالم انا واحد من الناس طالب من طلاب خلصت مدرستي كنت انا اسف في اللفظ بخلع الحذاء والبس كيس في رجلي وامشي على الارض الطينه لما اوصل عند الرصيف وادخل في اي مسجد او اي مصرف اغسل رجلي والبس جزمتي تاني عشان اروح المدرسه في الشتاء بقى العيال كانت بتروح الاول سنه اقول يروح يشكل هو وزميله يروحوا شوحان بعدين في المي الزمايل اللي طلعوه طلعوه وما طلعوش يغرق في المي الساعة 6 الصبح على طريق 3 كيلو مفيش فيه صريخ ابن يومين مفيش في واحد ماشي ولا واحد جاي وامن على بنتي انها تمشي في الطريق ده لوحدها الوحيده مش هامن عليه احنا عزبه بلا مدرسه بلا وحده صحيه بلا مسجد بلا طريق يعني احنا قريه بلا قريه المقارنه بيننا بين زفته هي المقارنه لو جيت تقارنها بين بعض هتلاقي نفس الاولويات ونفس المطالب وكل حاجه ده كان احتلال انجليزي وعملوا جمهوريه استقلال كامل عن الاحتلال الانجليزي واحنا كنا قريه في حكم ظالم فالحكم الظالم هو الحكم الانجليزي كان حكم ظالم والحكم الموجود برضه مع انه بينتمي في البطاقه ان هو مصري بس برضه كان حكم ظالم فده اعلن استقلاله واحنا برضه اعلن استقلاله ابونا جابني وجا هنا العزبه ده ايام الله يرحمه الف رحمه تنزل عليه جمال عبد الناصر اديها لنا ببلاش كان الفدان ببلاش ب 100 جنيه ولو كان بيها ايامها استلمناها جسدات برضه الف رحمه تنزل عليه بقى نسد الله يرحمه بقى ان حسن مبارك ولا يرحمه ما ترحمه يعني باعها لنا بالغلا والكو واللي ما يدفعش قسط يروحوا واخدينه من قلب بيته الساعه 2 بالليل الساعه 1 بالليل ياخدوه من قلب بيته كده عريان بلبص عشان يدفع الفلوس اللي عليه انت خدت يا ابني زباله من العزبه انت بتخش بالبابور بتيجي يوم الاثنين بتكون الناس في السوق بتلفوا بابورك وتطلع كل واحده تولع في الزباله قدام بيتها واللي عنده عربيه ياخد الزباله ويطلع بيها عند الارض يرميها وهذا كذا وان ما دفعتش فلوس يجي يحبسوه فيه دبابيس فيه صراصير عيش ما يتاكلش والله العظيم ما حد يرضى ياكله العيش اللي بندفع على البطاقه 6 جنيه لازم تدفع اشتراك البضاعه 6 جنيه ايوه هناك عين ما حد يرضى ياكل يجيبوا لنا ايه دي يقول لك اطلع اشتك ما تطلع تشتكم هم بقول لك ده عيش التحسين يا عيش التحسين دي التحسين دي جاي من افريقيا ولا جاي منين التحسين دي من مش مصريين دي وزن العيش دي خامته دي مقاسه طب انا اتحداك لو انت اللي بتعمل العيش ده كلت لهم العيش ده العيش ده هينشف وهم جاي عامله بايدك كده اهو كده اهو وحطوا الحواء للبط والفراخ ياكلوه الفرن دي بنخبز فيه اللي ما عندوش بتاع جوه بجيب حبه قش ويجي يخبز هنا العزبه كلها تيجي تخبز هنا اللي ما عندوش فرن بيجي يخبز هنا فبدانا فكره الانفصال الاداري الكامل عن المحافظه والفكره ديت جت لنا لما تلاقي حضرتك المسؤول المباشر ليك ما بينفذش ليك اي طلبات خالص بالمره وعود كذاب فحضرتك المسؤول هو اللي فصلني عنه يعني المحافظه هي اللي فصلت عزبه التحسين عن المحافظه احنا ما فصلناش نفسنا احنا عاملين للعزبه هنا صندوق كل صلاه جمعه او كل فرض اللي ربنا بيقدره على حاجه بيجيب جنيه 10 100 ويحطه في الصندوق اي مصلحه عامه واحد عاوز يروح مشوار لمصلحه عامه بناخد من الفلوس دي الميه جايبينها على حسابي الكهرباء على حسابي الصرف اللي عملناه في العزبه دلوقتي كل واحد عمل ماسوره قدام بيته بترانشات على حسابه والمسجد القديم ده احنا برضه اللي بنينه بالجهود الذاتيه صرف صحي عاملينه بالجهود الذاتيه اقسم بالله العظيم احنا كنا بنشيل شكاره القمح وشكاره القرص من بيت الفلاح كنا بندخل نشيلها وندحها عشان نبني المدرسه دي ونجيب ارضها الكلام ده احنا اتكلمنا عليه سنه 2008 قبل الثوره عملنا وقفه تهجيريه عند المحافظه محافظه الاهليه واتكلمنا وعملنا اضرابات ومفيش استجابه. اخر وعد بالنسبه لنا كان شهر 7 اللي فات.
ان هيبداوا بالفعل في رصف الطريق عزبة التحسين. شهر 7 اللي فات جه واكتشفنا في الاخر للاسف ان هم فعلا كانوا بيكذبوا علينا. فده اجت فكره العصيان المدني، وبالفعل اول اسبوع في الدراسه جميع الطلاب ابتدائي واعدادي وثانوي وفن صناعي وجامعات رفضنا ذهابهم من المدارس. انا بدفع فواتير عشان خدمات، انا مفيش ليه خدمات، وبالفعل منعنا اي فاتوره تليفون وكهرباء وميه من اول ما بدانا العصيان المدني اللي عندنا النهارده، مفيش اي فاتوره دفعت للدوله، وبالفعل مش هندفع اي فاتوره الا اذا طلبتنا التدريس. هم دلوقتي بداوا في طريق بمليون جنيه، وانا بقول لحضرتك المليون جنيه النهارده مش هيكمل 25% من رصف الطريق. انا كلمنا مسؤول، لو سمحت بكل ادب بكل احترام ما تبعتش حد ياخد مني فواتير تاني، العزبه التحسين بالكامل مش هيدفع اي فواتير للدوله الا لما طلباتها تتنفذ. رفضنا اي موظف حكومي، اي موظف حكومي يعمل اي حاجه في العزبه لعند النهارده، ما فيش اي موظف حكومي النهارده بيمارس شغله في العزبه، لا فواتير ولا اي حاجه. المسجد ده مقفول كده بقاله حوالي من 3 سنين. المسجد جات لجنه وفعلا قايل السقوط، يعني هم فعلا عارفين ان هو قايل السقوط فغلقوه. طب يا جماعه مش تغلقوه مثلا وجنينه مسجد مكانه؟ لا هم غلقوه وسابوه. والمسلمين اللي هيصلوا مش مشكله بقى ما يصلوش. وانا دلوقتي هقول هفرج حضرتك على المسجد من جوه. هفرج حضرتك دلوقتي احنا بنصلي فين؟ قبلتنا ايه؟ لما المسجد اتقفل احنا كنا عايزين نشوف اي حل اي مكان نصلي فيه. فجبنا شويه طوب وعملناهم عمدان. وجبنا شويه اسمنت وعملناهم في الارض. واشترينا صاج عشان الشتاء والشمس وحطيناهم فوق. وبدأنا نصلي هنا. وقبلت تاني بصلي كده. الحمامات هي قبلتي. الميكروفون جوه. والمكنه جوه. فمفيش اداء. فاللي بيجي يقدم بيقدم من غير ميكروفون. جاره ما بسمعوش، يعني الاذان مفيش حد بيسمعه. بتاع ال بتاع الخرسانه. الحقيقة هو باين صدي متاكل هو المسجد اهو ده الصبة نفسها يعني ده الصبة الزلط اهو ده صبة المسجد. أنا بنقول لكم صورة من عزبة التحسين المظلومة 60 سنة 60 سنة ظلم. الناس دي عندها استعداد بعد كده تعمل اللي حضراتكم ما تقدروش تتخيلوه إن في يوم من الأيام إن عزبة زي دي تعمل حاجة زي دي. المسؤولين هم اللي فعلا اللي هيقضوا على مستقبل عيالنا احنا، اللي هيقضوا عليهم، احنا عشنا بكده وتحملنا لان احنا كنا شايفين الوضع وتحملنا. الجيل الصغير ده مش هيتحمل الكلام ده. الجيل الصغير ده هيعمل اللي هم مش هيتخيلوه. الجيل الشباب عمل اهو ثوره 25 يناير، انا بقول لهم الجيل اللي اصغر هيعمل اكتر من 25 يناير بكتير، 25 يناير دي هتعتبر بس الباب اللي فتح الاوضه الضلمه. بس